قاتل ليسجل هدفه الوحيد ويهزم ضيفه الاتحاد الزموري للخميسات. روبورتاج لهشام الحفيظ وسفيان جريد. هكذا غاب التوفيق عن الفريق الزموري بعدما خانته كالعادة ثواني الامتداد أمام أولمبيك خريبيا. الزموريون كرسوا فألهم السيء وهم يركضون خلف احتضار عقارب الساعة لأسباب لا زالت مبهمة في حكم الاحتمالات. فريق الاتحاد الزموري الخميسات لا يقوى على مسيرة المقابلة. الحمد لله يعني عندنا اللاعبين كاينين لاعبين متمرسين. ما عرفتش يعني صعيب الإجابة على هذا السؤال هذا، خصوصا أننا كنا عازمين باش نماركيو إلا نتلقينا في مرتد هجومي تسجل علينا هدف ومن خطأ كذلك، فاحنا اللي تنعطيو لي كادو لليزيكيب. مباراة الجولة 12 عادت لصدع مسرح التنافس الفوسفاتي تحت مجهر الاهتراء البنيوي وما ينجم عنه من صعوبة في تسويق الصورة. أما العشب فلم يخرج عن بانورامية المشهد الكروي المغربي. مع كامل احتراماتي يعني الانسان اللي تيوافق على البطوله الوطنيه او الاحترافيه تلعب في هذا الملعب بحال هذا راه حرام. عذبنا كون داروا معنا نلعبوا في شي جرده خارج خريبكا مرحبا. الملعب ما تيساعدكش حتى تبني واحد ثلاثه واربعه ديال التمريرات مع بعض. القراءات القبليه للمباراه حملت غيابات بجمله في صفوف الاولمبيك، بعضها فرضتها التوعكات كحال جواد يميق الذي لا زال في مرحله الترويض والحارس الاولمبي حمزه معتمد، والبعض الآخر له صلة بما هو انضباطي كجمع بن نبيل الحراري لأربعة إنذارات، فيما يعزى غياب البعض لأسباب ودواعي. المدرب السيد العجلاني اللي ما دخلش ليه في التاكتيك ديالو، هاد الشيء ما هذه كرة القدم، وأنا ما بغيتش أنني نبقى جالس في كرسي الاحتياط، الشيء اللي تيخولي باش أنني دابا نقلب على فرق إن شاء الله، وعندي دابا شي عروض في المغرب اللي انا في صدد الدراسه ديالها، وتنتمنى انه ان شاء الله في هذا الميركاتو باذن الله انني نلتحق بفريق اخر من اجل انني باغي نلعب، ما باغيش نبقى جالس في كرسي الاحتياط. انا فضلت فريق الوداد البيضاوي لاني صراحه من الصغر ديالي ما كنبغي فريق الوداد. ملي جاني هذا العرض ما ترددتش، قبلت بسرعه كبيره. مده هذا العقد اخويا هي 3 سنوات ونصف. ما شنو نقول لك صراحه، انا فرحان بزاف، واخا الفريق ديالي طلب مني انني نمدد المده معاه، مي الرئيس استجاب الرغبه ديالي بانني باغي نبدل الاجواء. هذه التداعيات فرضت على اصحاب الهاجس الاستراتيجي البحث عن مخرج بديل يدخل الانتقالات من بابها شتوي. عندنا تصورات بحكم ان الفريق غادي يغادروا بعض اللاعبين، كاسر بوت اللي وقع عقد مبدئيا مع فريق الوداد البيضاوي، هناك بعض اللاعبين اللي اقترح من المدرب على اساس انهم حتى هما يغادروا الفريق، والتصور ديال المدرب ولا الاداره التقنيه ديال الفريق، فهناك بعض الخصائص عندنا في بعض المراكز اللي الان حنا كتعرف في البحث على بعض على لاعبين اثنين او ثلاثه. وبجرد سريع لشريط المباراه لم تحمل فصول الشوط الأول سوى حراك تكتيكي على مستوى خط الوسط واحتراز من الفريقين مع غياب التوفيق من جانب أصحاب الدار، على عكس النصف الثاني الذي جاء سخيا برأسية سي دي بي ومناورة إبراهيم البزغودي وتسديدة إبراهيم باكايوكو. أما اتحاد الخميسات فارتقى بخط الخلفي إلى المستوى الوسط ما مكنه من اختصار الممرات ومن تهيئ فرص للتهديف، أهمها محاولة المدافع حسن بويسكار، لكن العارضة تواطأت مع أمين البرقادي. ليستمر الحال بياضا إلى أن أتى البزغودي بالخبر اليقين في الوقت بدل الضائع. اولا كنبغي نشكر جميع اللاعبين اللي قدموا مقابله كما نقولوا بطوليه، فاعتقد ان هذه ولات قاعده، الفريق ما كيلاشيش حتى لاخر دقائق، والحمد لله التغييرات ولا الجمهور اللي ساعدنا اعطى الاكل ديالو والحمد لله. مباراه السبت البارد منحت الفوسفاتيين دفء انتصار هو 23 في مواجهه مباشره مع الفريق الزموري. أما هدف إبراهيم البزغودي فهو 19 لأصحاب الأرض في شباك المنافس، فيما استمر غياب التوفيق أكبر خصوم أبناء الخميسات ما كلفهم خسارة 5
مع قرب انتصاف موسم هو ثالث أضعف دفاعاته باهتزاز شباكه في 15 مناسبة تدعو لقراءات أخرى قبل فوات الأوان.